خليني اليوم اعلمكم كيف تعملوا ريست للطابعه اتش بي موديل ليزر جيت برو 400، وطبعا اغلبهم نفس المبدا. حنشتغل على كبسه الاوكي والاسهم، بس بدايه خليها توضح الشاشه شويه عشان الاضاءه. عندنا الان اللي هي بلاك كاتريج، سيبك منها، حيجي ريدي. حنضغط على اوكي، حنضغط على اوكي، حيجينا اللي هو سيت اب منيو. حنمشي على الاسهم الان، فحناخذ اليمين، حنختار بالضبط سيت اب منيو سيرفيس، حنضغط على اوكي، نرجع عليها سيت اب منيو سيرفيس، ايوه بنضغط على اوكي. بس بالاوكي وبالاسهم. سيت اب منيو سيرفيس جواتها كليننج لا، يو اس بي سبيد لا، ليست بيبر لا، اركايف لا، فيرم وير لا. اذا الخيار اللي راح ناخذ عليه اللي هو سيرفيس ريستور ديفولت، تكبس اوكي وبيعمل ريستور للنظام في الطابعه. تحياتي.